ولمتابعة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار المواجهات واستهداف الاحتلال للمستشفيات في غزة ما يمثل جرائم في القانون الدولي الإنساني. ينضم إلينا عبر سكايب المحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيل. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني بداية، لا يزال العنوان الرئيسي للعمليات العسكرية للاحتلال الصهيوني بحق غزة هو تطويق المستشفيات وقصفها. السؤال هنا، ما الهدف؟ ما هو هدف الاحتلال الصهيوني من ذلك سياسيا؟ الهدف ممكن حصره في شقين. الشق الأول متعلق بالعمليات العسكرية. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يحيط بالمستشفيات ويحاصرها، ومن ثم يكثف من تواجد آلياته العسكرية، وهذا واضح وكأنه في رسالة إلى المقاومة، بمعنى إذا قصفتم هذه الحشود فقد يتأذى المرضى والجرحى الموجودين في المستشفيات. هذا أعتقد أنه محاولة استغلال، أو خلينا نقول بشكل أوضح بشكل قانوني، اتخاذ المرضى والجرحى والأطقم الطبية دروعا بشرية في مواجهة المقاومة. هذه مسألة. مسألة ثانية هي محاولة تقويض وجود القطاع الطبي رويدا رويدا في قطاع غزة لحرمان الفلسطينيين المدنيين من أهم أسس الحياة الموجودة. هو الآن يقوم بعدة مسارات في تقويض الحياة في مدينة غزة وشمالها. فعلى سبيل المثال، طوال قرابة 40 يوم هو يمنع الآن الأغذية، الأدوية، الماء، يقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، يمنع الجرحى من الوصول حتى ولو بشكل شخصي إلى هذه المجمعات الطبية. وبالتالي يريد أن يقول للمدنيين الذين يسكنون مدينة غزة وشمالها من حيث البدء، ارحلوا من هذه المدينة، وإلا عمليا سيكون مصيركم موت، إما قتلا وإما عطشا وجوعا. وبالتالي هو يحاول الاستفادة من هذا الموضوع، استثمار هذا الموضوع طبعا اللا إنساني باتجاهات متعددة. طبعا أخطرها هو محاولة دفع الناس إلى جنوب قطاع غزة، اللي هو سيكون خطوة أولى لدفعهم لاحقا إلى سيناء تحت القصف وسياسة التجويع والتعطيش التي يتبعها منذ عدة أسابيع. نعم أستاذ أحمد. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في تصريح له على ضرورة حماية المستشفيات في غزة. كيف يمكن قراءة مثل هكذا تصريحات؟ أعتقد سيدي أن هذه كلها تصريحات أمريكية هي لضرب الرماد في العيون والخداع. البيت الأبيض والرئيس بايدن هو الذي يعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لعمليات القصف المتواصلة ساعة بساعة، هو الذي يدافع عنه ويعطيه الغطاء السياسي في مجلس الأمن، وهو الذي يعترض كل عمليات الضغط التي تأتي من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية والشعوب التي بدأت يعني حراكها ولا تحتمل حقيقة حجم الوحشية الإسرائيلية والجرائم التي يرتكبوها بحق الأطفال والنساء. وبالتالي ويستخدم هذه اللغة في محاولة للقول بأن واشنطن لا تدعم عمليات الوحشية التي تقوم فيها إسرائيل، وفي نفس الوقت يريد أن يدافع وأن يقول بأنه نحن حريصون على المدنيين وعلى حماية المدنيين وحماية القطاع الطبي. وأعتقد أن هذه لغة حقيقة لغة خادعة، ليست لغة حقيقية، لأننا ندرك تماما أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهذه المجازر بغطاء سياسي أمريكي وبدعم عسكري مفتوح. المدنيون يقتلون في قطاع غزة بسلاح أمريكي وبطائرات أمريكية وبخطوط إمداد أمريكية على مدار الساعة. الولايات المتحدة الأمريكية تعطي غطاء إعلاميا كبيرا جدا في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية في محاولة للدفاع عما يقول ويختلفه. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن إلى حد اللحظة يحاول حشد الدبلوماسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان يمكن القول بأنه هذه الجهود كلها لم تعد تنطلي على الرأي العام الدولي. نعم أستاذ أحمد، دعنا نشرك في الحديث معنا عبر الهاتف من باريس مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة تفدي الدولية لحقوق الإنسان الدكتور عبد المجيد مراري. أنا بك دكتور عبد المجيد. يعني اتفاقية لاهاي والبروتوكولات التي لحقتها
تضمن حماية خاصة للمواقع المدنية ومنها المستشفيات. إذا كان الاحتلال قد خرق هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فهل مثلا متخذ قرار قصف المستشفى هل كان يجهل ذلك؟ لا، على الإطلاق هو يعلم جيدا الاحتلال منذ البداية. لا يمكن أن يتبرع بأنه يجهل قواعد القانون الدولية، وأنه يجهل بأن وجود هنا أن هناك وجود موجودين مدنيين في تلك المستشفيات. على الإطلاق هو يتعمد، وكل فعل كل جرم يرتكبه هو مع سبق الإصرار والترصد، وهذه الجرائم يرتكبها لفظا قبل أن تتحول إلى فعل. تصريحات مسؤوليه هي التي تؤكد بأن النية الإجرامية حاضرة منذ البداية، فبالتالي هذا الاحتلال لم يعد يكترث لا باتفاقية جنيف ولا بكل قواعد القانون الدولي، سواء جنيف أو لوائح لاهاي أو نظام روما، أصبح لا يكترث بها. هذا الاحتلال تجاوز كل الحدود للأسف الشديد. لذا نحن المواجهة الوحيدة التي بقيت مع هذا الاحتلال، تحدث عن المواجهة كتخصص، فبالتالي يبقى المواجهة القضائية. هذه إحدى المواجهات التي قد تردع الاحتلال عن هذه الانتهاكات وهذه الفضاءات. إذن فأنتم دكتور عبد المجيد تحركتم في الشكوى التي قدمتموها للجنائية الدولية على العلم المسبق لقيادة الاحتلال، ومن ثم ثبوت صفة التعمد في الجرائم التي وقعت ضد المستشفيات. لم أسمع نهاية السؤال مرة أخرى. أقول لك، أنتم تحركتم في هذه الشكوى التي قدمتموها للجنائية الدولية على العلم المسبق لقيادة الاحتلال، ومن ثم ثبوت صفة العمدية في الجرائم التي وقعت ضد المستشفيات. نعم، نحن جئنا إلى الجنائية الدولية على خلفية أن هذا المحتل هو يرتكب هذه الجرائم مع سبق الإصرار والترصد، وأنه أعلن أنه يريد أن يرتكب جريمة إبادة بتصريحات ثلاث قيادات، بدءا من رئيس وزراء مرورا بوزير دفاعي، ثم تصريحات مستشار الأمن القومي. لذلك تشكلت قناعة الفريق القانوني لدى الجنائي القانوني الذي يشتغل على هذه الدعوة بأن هناك أركان قائمة وكل أدلة تدل على أنه هذه الجرائم التي ارتكبها هي جرائم إبادة جماعية. لذلك توجهنا إلى محكمة الجناية الدولية ووضعنا شكاية لدى المدعي العام للجنائية الدولية، وجلسنا في اجتماع مغلق مع مجلس مع مكتب الضحايا مع وبعض أعضاء الادعاء العام في نقاش حاد حول هذا الموضوع، دام لمدة ساعتين ما يزيد ساعتين ونصف، فأخذ ورد في الكلام، لأن عبرنا عن عدم تفهمنا إلى لصمت المحكمة الجنائية إلى حدود الساعة وعدم اتخاذها إجراءات. قلنا لهم بأن نحن لا ننتظر يعني تصريحات وكلاما، لكن ننتظر إجراءات مماثلة للإجراءات التي اتخذت في أوكرانيا في حق الرئيس الروسي والرئيس الروسي ووزير دفاعي. فبالتالي كانت هناك هذه الدعوة التي شكلت من ما يزيد عن 300. اليوم ما دام اللائحة ما زالت مفتوحة، وصلت إلى 400 يعني توقيع اليوم، على اعتبار أنها لا زالت تتقاطر علينا طلبات الانضمام من عدد من هيئات المحامين وعدد من المحامين الدوليين، فلا زالت اللائحة مفتوحة. لربما الآن سنتحدث عن آلاف المحامين، وهذا كله يشكل ضغط على الجنائية الدولية. وطبعا هذه ليست الواجهة الوحيدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية، هناك واجهات قضائية أخرى يعلن عليها في الحينية. أرجو أن تبقى معنا دكتور عبد المجيد، ريثما أتوجه بالسؤال من جديد إلى الأستاذ أحمد الحيلة ضيفي من إسطنبول. أستاذ أحمد، في المقابل وزير خارجية الاحتلال يقول إن أمام بلاده أسبوعين فقط، أسبوعين قبل تزايد الضغط عليه بشأن غزة، هل بات الاحتلال الصهيوني مدركا لحجم الغضب الشعبي والرسمي العالمي الموجه ضده؟ ولعله إليك يعني تحدث بهذا التصريح وعقبه توبيخ من رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأنه بذلك أقر عمليا على لسان وزير خارجية بأن هناك ضغوطا حقيقة، ضغوطا دولية، وهذه الضغوط الدولية إنما تنم على أن الرأي العام لم يقتنع بالرواية الإسرائيلية، وإنما هذا الرأي العام أصبح يضج
لاقتناعه بأن ما يرتكبه الاحتلال هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذه إبادة جماعية للمدنيين في قطاع غزة. هذه أولا. ثانيا، واضح تماما القول بأننا لدينا أسبوعين أو ثلاثة. من الذي يحدد هذا الإطار الزمني؟ هل هي القيادة العسكرية أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن هذه كانت إشارة بأن البيت الأبيض والرئيس بايدن أعطاهم مهلة جديدة، قوامها زمنيا أسبوعين أو ثلاثة، ولعل هذا ما أغضب بنيامين نتنياهو على هذا التصريح. ما يعني أن الاحتلال يستعد لاستمرار عملية التصعيد في غزة ضد المدنيين، وهو مطمئن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطيه غطاء زمني لمدة أسبوعين. لكن أؤكد تماما أن كل المعطيات الميدانية الموجودة في غزة تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي بعد أسبوعين من المعارك البرية و40 يوما من القصف الوحشي المدمر المستمر على مدار 24 ساعة، نعم، أنه فشل عسكريا وليس راجحا، بل الراجح أن المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو الذي ستكون له الكلمة الفصل. وأعتقد جميع ما المحاولات التي يحاول فيها الاحتلال أو يمني نفسه بأنه يمكن أن تكون له الغلبة، لحد اللحظة أنا أعتقد كل المعطيات تدل على أنه رهان فاشل إلى اللحظة. نعم. دكتور عبد المجيد، المادة السادسة من نظام روما الأساسي وضعت تعريفا لجريمة الإبادة الجماعية كما تعلم. السؤال هنا، إلى أي مدى يمكن إنزال ما جاء في نظام روما في تعريف هذه الجريمة على ما يقوم به الاحتلال الصهيوني في غزة ضد المدنيين؟ تفضل. في صدى، لا أسمع. مرة أخرى أعيد طرح السؤال عليك دكتور عبد المجيد. سألتك فيما يتعلق بالمادة السادسة من نظام روما الأساسي، وهي التي وضعت تعريفا لجريمة الإبادة الجماعية. أقول، إلى أي مدى يمكن إنزال ما جاء في نظام روما في تعريف هذه الجريمة على ما يقوم به الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين العزل هناك في قطاع غزة؟ طبعا، لأن بنود هذه الجريمة نجدها كلها شاخصة أمامنا في هذه بما يرتكبه الاحتلال. يعني المادة الثانية من اتفاقية التجريم، الإبادة الجماعية، تتحدث عن هذه الجريمة وتعطي تفصيلات. النقاط الخمسة التي ذكرتهم من المادة الخامسة نجدها شاخصة، ومن أراد أن يطلع على ذلك عندما نجد مثلا المادة تنص على أن قتل الأعضاء، أن ماذا يمثل، من ماذا تتكون، أو ما هي جريمة الإبادة، وهي تعطي توصيف لجريمة الإبادة: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف عيش يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، فرض تدابير تستهدف الحقول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. هل ما يمارسه الاحتلال من حصار، ما يمارسه الآن من تجويع، قطع الماء، قطع الكهرباء، قطع الوقود، يعني وما آلات ذلك على المستشفيات، أليس الهدف من ذلك هو لحق الأذى والتقتير؟ فبالتالي كل أركان، ليس هناك ذرة شك في أنه كل أركان جريمة الإبادة الجماعية قائمة فيما يحدث الآن في 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 قطاع غزة، في حق أطفال غزة وفي حق أهل غزة عموما. فبالتالي المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتذرع بعدم الاختصاص، ولن تتذرع بعدم الاختصاص. وبالفعل، ونحن نؤكد ذلك، بأنه أثناء النقاش لم يطرح الاختصاص، لم تتر نقطة الاختصاص في النقاش لمدة ساعتين ونصف أو ما يزيد، لم تتر هذه النقطة، بمعنى هذا الأمر حسم الاختصاص. الآن أو المقبولية كذلك، مسألة مقبولية الدعوة من عدمها لم تناقش. لماذا؟ لأن فلسطين دولة عضو، ولأن قرار 5 فبراير 2021 السند القانوني لذلك، على اعتبار أن الجنائية الدولية أعلنت بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. هذا قرار صادر على الغرفة التمهيدية، أخذ حجية الشيء المقضي به ولا يمكن التراجع عليه. فبالتالي الدعوة التي أطلقت المحكمة الجنائية الدولية هي قائمة الأركان. هناك وعود من مكتب الدعاء العام بأنه سيتعاطى معها بشكل إيجابي. هناك كلام رسائل منها حملها إلينا وطلب منا أن ننقلها إلى أهل غزة. رئيس قسم الضحايا وهو مدعي عام سابق فيدرالي في ألمانيا طلب منا أن نقول لأهل غزة أن لهم قضاء يمكن أن يعتمدوا عليه، نعم، وأن أنهم سينالوا العدالة.
ولهم الحق في العدالة كأي شعب. وهذه رسائل طمأنة ورسائل إيجابية، لأن المحكمة ستتعاطى هذه المرة بشكل إيجابي مع كل الشكايات والدعاوى التي توضع بين يديه. أكثر من ذلك، فبالتالي هذا إجراء مهم جدا. بل أكثر من ذلك، هناك دعاوى ترفع وسترفع في القضاء الوطني الأوروبي، على اعتبار أن هناك جنسيات، على هناك فلسطينيين يمتلكون جنسية مزدوجة، وهناك ضباط جيش يمتلكون جنسيات مزدوجة، فيمكن أن ترفع دعاوى للمواطنين الأوروبيين ضد مواطنين أوروبيين في إطار القضاء الطبيعي، في إطار اختصاص الولاء الشامل، في إطار القضاء الطبيعي كمواطنين أوروبيين. هناك واجهات قضائية مهمة ستفتح، وابتدأت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية في الدعوة التي وضع الرئيس الأمريكي اليوم. هذه الفكرة دكتور عبد المجيد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا ريثما أنتقل بالسؤال من جديد إلى الأستاذ أحمد. يعني من الواضح أستاذ أحمد أن الغطرسة الصهيونية متواصلة ومستمرة ولا تأبه للرأي العام الدولي ولا حتى للرأي العام الإسرائيلي المعترض على سياسة نتنياهو ومجلس حكومة الحرب المصغر. السؤال هنا، هذه الغطرسة الصهيونية إلى أين ستقود هذا الكيان المحتل باعتقادكم؟ أنا أعتقد هذا جزء من نتائج هذه الغطرسة، أن أقدام الاحتلال الإسرائيلي ستغرق في رمال غزة، ويدرك الاحتلال تماما. الآن اليوم نحن نتحدث عن اليوم 28، دمر له أكثر من 200 دبابة وآلية عسكرية، وهذه الآليات التي يباهي فيها العالم بأنه فخر الصناعات العسكرية، ناهيك عن فشله العسكري، هناك فشل سياسي، فشل استخباري يعني فادح، وهو الذي يروج لنفسه أمام الجميع بأنه أستاذ في فن الاستخبارات والمعلومات. وإضافة لذلك أنه الاحتلال بدأ ينكشف أمام العالم صورة الوحشية نقيضا لما كان يروج له كدولة متحضرة ديمقراطية. أين سيقود هذا المسار؟ أعتقد أن هذا الاحتلال سيقود، لأنه أولا سيكون مفضوحا ومكشوفا أمام العالم بأنه نموذج للوحشية، هذا أولا. ثانيا سيقوده إلى فشل، سيفشل فشلا سياسيا أمام كل المحافل الدولية. ثالثا سيفشل أمنيا واستخباريا وعسكريا. وأعتقد أن الأيام القادمة ستؤكد بأن هذا الاحتلال إنما غطرسته ستدفعه إلى الهاوية. ليس مستبعدا أستاذ الكريم بأن يقوم الاحتلال هربا من فشله في قطاع غزة بأن يوسع دائرة الاشتباك بأي اتجاه ما، لأنه اليوم بنيامين نتنياهو كما تفضلت في بداية حديثك هو يعاني من أزمة حقيقية، يعاني من أزمة داخلية أمام الرأي العام الصهيوني. وللدلالة على ذلك استطلاع الرأي كان قبل 48 ساعة، نسبة من يثقون ببنيامين نتنياهو كرئيس وزراء ومن يثقون في روايته وصلت فقط إلى 4%، بمعنى أن الجمهور لا يصدق هذا الصهيوني الذي يقود هذه الحرب، ويحاول أن يمني نفسه ويمني مجتمعه بأن الموضوع محسوم، وأن لهم القدرة واليد العليا والقدرة على الحسم المعركة في غزة وإنهاء حركة حماس وإخراج المختطفين بالقوة العسكرية. وأنا أعتقد أن اليوم الليلة الحديث عن موضوع صفقة لتبادل الأسرى شاهد على فشل الاحتلال، فشلوا حقيقة في الميدان، لأن لو كان قادرا لاستطاع أن يفرج ولو عن أسير واحد خلال 40 يوم. لكن الأمور أعتقد أنها تأتي بالعكس، هذه غطرسة ومحاولة للتجلل أمام الرأي العام وأمام الرأي الداخلي، لكن أعتقد أن ساعة الحقيقة اقتربت. شكرا جزيلا لك ضيفنا عبر سكايب من إسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ أحمد الحيلة. باختصار دكتور عبد المجيد، لضيق الوقت إن كنت معنا، هل يقف عدم توقيع الكيان المحتل على البروتوكول المنشئ للمحكمة، هل يقف هذا عائقا أمام قبول تلك الشكاوى؟ لا، لا يمكن أن يقف عائقا. هذا الأمر تجاوزناه يوم الناس في 2021، تجاوزناه بموجب أولا بموجب توقيع السلطة الفلسطينية على نظام روما في 2015، ثم تجاوزناه بموجب القرار الصادر في 5 فبراير 2021، الغرفة التمهيدية السيدية على غرفة تعلين بسط ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. لم يعد هناك أي عائق، من أراد التوجه إلى الجنائية الدولية فقط أن يعرف كيف يتوجه.
على الأقل أن يعتمد على بعض خبراء في ذلك كي توجه إلى الجنائية الدولية. صياغة الدعوة على أن تدخل فقط في اختصاص الجنائية الدولية، وهناك أربع مجالات الاختصاص: الإبادة الجماعية، جرائم الإنسانية في المادة السابعة، المادة الثامنة جرائم الحرب أو جريمة العدوان في المادة الثامنة مكرر. هذه مجالات اختصاص محكمة الجنائية الدولية، وليس هناك أي عائق على الإطلاق. مسألة المقبولية، أنا قلت بأن الاختصاص حسم، هذا أمر حسم ولم يعد مطروح للنقاش. الدكتور عبد المجيد ديمراري، مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.